مثل هذه الأجواء مشاهد رائعة، الصورة تعطي انطباع بأن المباراة ستكون في مستوى آخر. مع كثرة التساؤلات ستكون الإجابة حاضرة من خلال هذا اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم، أجواء رائعة جدا حقيقية هنا في ملعب المباراة. وكالعادة معكم سأكون في التعليق على هذا اللقاء. أتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة وكبيرة مليئة بالمتعة والإثارة. فريق فلامينغو في مواجهة نادي الهلال السعودي، أتمنى بأن تكون هذه المباراة على هذه كرة هدف. الله على هذا الهدف، لم ننتظر كثيرا من أجل افتتاح التسجيل في هذا اللقاء. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، استغلال رائع للفرصة، لا مجال للتهاون في مثل هذه المواقف، انفراد كامل موجود ومثل هذه الفرص لا يمكن إهدارها. هدف جميل هنا. كرة واعدة هنا، الحارس يتألق ويبعدها خارج الملعب إلى رمية التماس. عرضية داخل منطقة الجزاء، الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. مساحات موجودة في الطرف، يتقدم فيها في هذه اللحظة. يتحول الاستحواذ للمنافس. ميتروفيتش، ويصوب فرصة حقيقية بعد احتساب حكم المباراة لكرة ثابتة في هذا المكان. نيمار، والتدخل بقوة هنا. يبحث عن الفرصة. الفرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. الهلال يفقد الكرة. توغل هجومي مع إمكانية فرصة حقيقية إذا اتخذ القرار السليم. اعتراف ناجح هنا لهذه اللقطة. الله على الكرة، بيعدي فيها بشكل سليم، ينجح في اعتراض الكرة العرضية. أوهو، العارضة تتصدى. دفاع سيء في هذه اللحظة، ممتاز التصدي من حارس المرمى. إذا ينتهي شوط المباراة الأول مع صافرة النهاية. الجماهير أكيد سعيدة بالمستوى الفردي الجيد في شوط المباراة الأول. سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني، ونحن على موعد مع 45 دقيقة أخرى من الإثارة. مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة.
يبحث الفريق عن التعادل لكنه لا يغامر ولا يتسرع. تخرج الكرة لركلة ركنية بعد أن غيرت مسارها. الآن لا صوت يعلو على صوت الجماهير لدعم ودفع فريقها لتسجيل التعادل. ضغط عالي لاستخلاص الكرة بشكل مبكر. ضغط عالي ناجح هنا قد يسفر عن خطورة. عند فرصة التمرير. عرضية لا تمر من كوليبالي. رمية تماس. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. نيمار. راحت عند الشهراني. ابداع في الكرة البينية. كرة هدف في هذه اللحظات. تصويبة على المرمى الخالي. حارس المرمى خارج المرمى والكرة في الشباك. كيف كان ممكن أن يهدر مثل هذه اللقطة؟ لا يوجد أسهل من هذه الفرصة للتسجيل والشباك خالية. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. المساحة موجودة. يبقى الاستغلال. كرة باتجاه المرمى. وجدت الحارس بالمرصاد. سعود عبد الحميد. الله على التدخل لاستعادة الكرة. يتمكن هنا من التجاوز والمرور. بيلعب لكرة. مستحيل. هدف على الطاير يسجل الآن. حطها في المرمى. كرة ولا أروع. الله عليك. هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. محاولة هجومية هلالية. يأتي فيها. يتقدم فيها. تصدي ممتاز من حارس المرمى. يدافع عن المرمى بكل قوة. الله على هذه الإمكانيات. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. محاولة جيدة كانت. كان ممكن تأتي بتوسيع الفارق. مجهود يذكر فيشكر الحقيقة. التسديدة كانت جيدة وكان ممكن تروح المرمى. ثمان دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية. الهلال يهاجم الآن. نيمار. ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. الآن تفصلنا دقيقتين يحتسب حكم المباراة كوقت بدل ضايع. فاول لمصلحة الهلال. والآن مع صافرة نهاية المباراة وفوز يتحقق للهلال. فارق الهدف صنع الفارق في الملعب. عليهم بأن يكونوا سعداء بأن الأمور كانت لمصلحتهم اليوم وكان التوفيق إلى جانبهم في أرضية الملعب. لعب مباراة بشكل جيد واستطاع أن يقدم أيضا مجهودات ساندت فريقه لتحقيق الفوز. ساهم في فوز فريقه بالهدف اللي سجله واعتقد أنه راح يكون راضي عن أداء في أرضية الملعب.